السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في واحد من سلسلة فيديوهات الأكل في ألمانيا. سلسلة الفيديوهات دي هنعمل فيها أكلات كتيرة جدا. لو أنت طالب في ألمانيا أو أنت في غربة عموما، الأكلات دي هتبقى مناسبة جدا بالنسبة لك، سريعة صحية حلوة جدا وطعمها لذيذ، والأهم من كل ده إن تكلفتها مش كبيرة أوي. عرفت سريعا على اللي أنا جايبه. أنا جايب دي صدور فراخ حلال عند العربي، دبابيس فراخ برضو حلال، رومي ده ديك رومي متقطع قطع صغيره كده، ايه صغيره بس او قد احتاجه يعني. بس هنعمل ايه؟ وانا بتمشى في السوبر ماركت بتاع العربي لقيت ان هو جديد من البهارات، لطيف قوي. لقيت بهارات للكبسه، لقيت بهارات للمندي، لقيت بهارات للبرياني. اللي انا بعمله ده لا كبسه ولا مندي ولا برياني، لان كل الحاجات دي بتاخد وقت وبتاخد ميزانيه كبيره. فاللي احنا هنعمله دلوقتي هتبقى حاجه هيلسي صحيه سريعه مناسبه للطلبه. يلا بينا سريعا كده. ايه، غيرت هدومي علشان كنت ضارب الكرسون، الجو بره برد جدا، فلو انا قاعد في البيت لازم ابقى مخفف كده. يلا بينا. نسيت اعرفكم على اجمل رز في المانيا، رز محمود. محتاجين دلوقتي شويه بطاطس، الحمد لله عندنا بطاطس بقالها حبه حلوين ما استخدمناهاش، فاحنا هنستخدم النهارده البطاطس دي. شايفين الكاميرا اللي انا معلقها لكم هنا؟ الكاميرا دي ايه؟ هتجيب لكم بس البوتاجاز، يعني بص مظبطكم. بس هنتفق دلوقتي عشان احنا ايه محتاجين نجهز شوية حاجات على حسب اللي موجود عندنا. احنا هنطبخ، الناس كلها بتشوف هي عايزه تطبخ ايه وبعد كده تقرر هتشتري ايه. انا عندي فلفلتين، واحده خضراء وواحده صفراء. ممكن ناخد الخضراء بس، الفلفل ده غالي فاحنا هنستخدم واحده بس. زبده، معانا البهارات، محتاجين بصل وتوم، وادا البصلايه وادا شويه توم، بصله واحده كفايه. هنجيبوا الفراخ اللي عايزين نستخدمها. انا شايف ان مثلا ايه صدرين فراخ من دول بس ده جنوك، دول كفايه. نحط عليهم شويه ملح، هو مفيش داعي لغسيل اللحوم على الحوض يعني، احنا بس بننقعهم شويه كده بس عشان ايه السلمونيلا لو غسلتوهم هتبوظوا الدنيا دي كلها. الاحسن انك بس تنقعهم كده وبشويش خالص تطلعهم تقطعهم وتظبطهم، انما لو غسلتهم الحته دي كلها بتبقى سلمونيلا اللي هو البكتيريا، انا ما اعرفش اسمها ايه بس هي تقريبا اسمها سلمونيلا، ما بتموتش غير بدرجه الحراره، فهي كده كده وانت بتطبخها هتموت، يعني تاكس الغسيل. طبعا نشغل الفرن علشان يسخن، شغل الفرن على اعلى حاجه 300 بس كده، ما قلناش عايزين حاجه من الفراخ دي. جايين كده نقشر البطاطس سريعا، تعالي نرجع بقى دول مكانهم، ننضف بقى شويه دول كده. تيجوا نشغل حاجه بدل الهدوء اللي احنا فيه ده. اليكسا بلاي سبوتيفاي. اوكي صوت واطي صح؟ اليكسا increase the volume to the maximum please. نغسلوا البطاطس، نقطع البطاطس بالطول كده. أليكسا ستوب. نرجع تاني للهدوء اللي كنا فيه. هنقطعوا البصل والفلفل، الفلفل هنقطعه شرايح طويله كده، البصل برضو ايه نفس الكلام، والثوم برضو هنقطعه حتت صغيره كده. يلا بقى ايه نروح للكاميرا الثانيه، هنجيب الطاسه بتاعتنا ونحتاجه كمان حله والغطيان بتاعته. هننزله بحته زبده بتاعتنا كده في الطاسه على ما ايه ما نشوح الحاجات دي، نكون قطعنا الفراخ حتت صغنطوطه. ايه رايكم وانا قالب كده على ام خالد شويه؟ ايه رايكم في الفيديوهات دي؟ نكملوا السلسله للاخر ولا كفايه على الفيديو ده كده تمام قوي اتعشت معاكم؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده عايزين فيديوهات من دي ولا فاكس؟ انا من البدايه يا غربه بتحمل. زي ما انتم شايفين كده بقطعها ايه؟ حتت كبيره. ليه بقى؟ اكبر للقطعه تكبر لك. بس كده تمام قوي عظمه. نروحوا بقى ايه نشوحوا الحاجات دي زمان الزبده ساحت. يلا بينا. حطهم كلهم على بعض كده، لا اقول لك انزل مش عارف بايه ولا ما تنزلش بايه، كلهم على بعض. اركنوا بس كده الحاجات دي في جنب عشان اوريكم الرز بتاعنا. اكتر حاجه بتعجبني فيه القفل بتاعه، بيقفلوه لدرجه ان انا ما بعرفش افتحه. شايفهم مصرفين ومكلفين يعني صارفين على المنتج، انا بقى باجي اعمل ايه؟ اروح جايب المقص واقصصها بقى كلها كده مع بعضيها. كلها بقى كده اللي هو يعني قلنا ايه بقى ناخد ده وبتخانق بسرعه. وفي نفس الطبق اللي كنا عاملين فيه الفراخ، اللي كنا حاطين فيه الفراخ من شويه اللي فيه سالمونيلا ده فاكرينه، هو ده بقى هننزل فيه نفس الرز كده. ممكن تاخد كوبايه، ممكن تاخد كوبايه ونص،
انا عن نفسي باخد كوبايتين علشان انا بطبخ اليومين كده عظمه قوي. طبعا متوقعين ان انا اقول لكم الخاصه اللي جايه نغسله الرز؟ لا انا ما بغسلش الرز، انا بعمله زي ما هو كده وبيطلع حلو زي الفل. تعالوا نبص بقى على الحاجات اللي على النار. عظمه قوي. لسه الخضار قدامه شويه ولسه البطاطس قدامها شويه، فاحنا ممكن نستغل الرز ونحط عليه. عايزين تحطوا انهي بهارات بقى؟ في بهار بندي، برياني، كبسه. بصوا احنا هنعمل ايه؟ احنا هنفتحهم كده. يلاوي ده اتفتح. انه واحد اتفتح بقى اشحاب كاينه منتهالي ده. ايوه اتفتح من هنا. ده ايه بقى؟ ده مندي على الرز على طول وهو ناشف كده. مو مشانشي مشان صحتكم يا غوالي. ابتدى الفلفل يتلسع كده، ننزله بقى بالفراخ بقى. ايه على الخضار، حط عليها كده شويه ملح وغطي عليها. نضف بقى اللي احنا عملناه ده. لو حابب تنزل بنفس البهارات على الفراخ برضو تبقى لقطه كويسه يعني، ممكن ننزل عليها شويه. يلاوي الله، ريحه البهارات حلوه قوي. الكاميرا اللي هنا قربت تفصل، فاحنا غالبا هنسرفايف بكاميرا واحده. مش مشكله، قشطه عادي ولا يهزنا. على ما الفراخ تستوي احنا هننضف كل حاجه استخدمناها، يعني هننضفوا الترابيزه، ننضفوا السكاكين والحاجات اللي استخدمناها، يعني عشان ايه؟ نعيشوا في مكان نظيف. First I was afraid, so I was petrified, keep thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you know I grew strong. I learned how to get along and saw your back from outer space. I was walking the line to you. Was that time look upon my face? I should've changed just to be left. I should've made you leave your feet. I know that one second you'll be back without me when I know. نضارة شبارة والله غني. الناس اللي بتحب الفاتس بقى بيحمروا البطاطس في الزيت، بس اولا الزيت غالي، ثانيا مش صحي، فانا ما بستخدمش زيت. انا بقى لي هنا بتاع سنتين وشويه في المانيا ما جبتش ازازه زيت حتى. تعالوا بقى اوريكم شكلها واوريكم شكل البطاطس. تعالى يا رايق منك ليها. ده شكلها اهو، ودي شكل الفراخ حتى الان. تمام كده زي الفل، حلوه الزاويه دي. بصوا هنقلب شويه الرز في التتبيله بتاعتهم. بس اقول لكم ان احنا بنحط شويه مرقه وكعب واحد مرقه دجاج كده ايه على الرز. دي حاجه اوبشنال يعني، اللي مش عايز يستخدم مرقه دجاج يبقى احسن. انا قلت لكم في الاول انها تبقى اكله سريعه صح؟ لا بصوا الاكله دي مش سريعه يعني، انا حبيت ابتدي السلسله وخلاص، فهي الاكله دي مش سريعه. الاكله دي انت لو حسبتها، لو قسمت الوقت بتاعها على يومين او الثلاث ايام اللي انت بتطبخ فيهم، فعلا هتطلع سريعه وطعمها لذيذ جدا جدا جدا. انما باقي السلسله باقي الاكلات اللي بنعملها حرفيا هتبقى في وجبات بتدخل المطبخ 10 دقايق انت بتطلع باكل. سواء بقى انت جاي من الشغل تعبان وراك حاجات كتير عايز تعملها ومش فاضي تطبخ، في نفس الوقت الاكل بره في المانيا مكلف جدا جدا جدا، والكميه كمان بتبقى يا دوب اللي هو ايه مسح زوار. فانا الصراحه ما بشجعش اي حد في المانيا ياكل اكل بره غير لما يبقى يعني ايه مضطر او ظروفه حلوه، ظروفه ماديه زي الفل يعني، مش عايش عيشه الطلبه بتاعتنا دي. احنا على الله، احنا لسه غلابه يعني، بس نشتغل ويبقى معانا فلوس والدنيا تبقى حلوه وهنتجوز ومراتنا تطبخ برده مش هناكل من بره. تعالى ناكل حته بطاطس من دي علشان انا جوعان. كده الفراخ بقت تمام، دول شايفين كده. هننزله بقى ايه على البطاطس كده بالفراخ زي الفل، وبعد كده ننزل بالرز. وهنحط على الرز بتاعنا ضعف الكمية بتاعته مية، يعني احنا حطينا دلوقتي كوبايتين، فاحنا هنحط 4 كوبايات مية، وهوريكم النتيجة النهائية في الآخر خالص عشان الكاميرا دي كمان بتفصل. I'm so sorry. يلا. كده الأكل جهز. بسم الله. دي فكرة الورق بقى، إنك إيه تعرف تشيلها من هنا كده، بس احنا عايزين نقلبها. أنا جبت البتاعة دي وفرشت فيها ورقة زبدة. جاهزين؟ دي محتاجة بقى ايه نتفليكس كده وتشوف لك مسلسل تتسحل فيه وتخلص دي كلها. احنا بقى ايه عشان ما تبصش قبل ما نمشي نكافيرها كده بس ايه بس على الرايق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت ممكن تعمل جنبها صوص اكيد، يعني ممكن تعمل جنبها صوص، بس انا بعرفش اعمل صوص. بس ممكن تجيب طريقته من على اليوتيوب برضه، بس انا باكلها كده زي ما هي كده. لو حابب ادلع نفسي شوية ممكن اعمل جنبها سلطة، بس لا انا متحمس قوي. اوف لا اوف بجد. اوريكم قد ايه الرز شكله حلو متفلفل وشكله فظيع. شايف الفراخ شكلها عامل ازاي بجد؟
عظمه. دي كانت اول اكله معانا، انا ما اعرفش اسمها، اكتبوا لي الاسم اللي تحبوا تسموها في الكومنتات، بس هي اكله سريعه. اكتبوا لي اسم كمان للسلسله، حابين يكون اسمها ايه؟ عايز كده اسم يشد كده، اسم كده يجيب ملايين المشاهدات كده، عايزين ننافس بقى ام خالد بقى. يلا نشوفكم الفيديو اللي جاي.